يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان عندي وقت للفراغ فهل يجوز أن أقضي هذا الوقت في نزهة وترفيه عن نفسي في المباح، كأن أقوم بالقنص أو غير ذلك مثلا؟ مع ذكر الله فيما أباح الله، لكن مع ذكر الله، لا تغفل عن ذكر الله، وهذا ما يشغلك ولا يكلف شيء. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ما يكلف شيء. لا تغفل عن ذكر الله، لا في القنص ولا في الرفاهية ولا في النزهة، دائما تذكر الله عز وجل. نعم.